وللحديث أكثر حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف السيدة أسماء عبد العزيز النجدي، مؤسس ورئيس الجمعية البحرينية للملكية الفكرية. أهلا بك في نشرة أنباء الثالثة. يعني بداية لو نتحدث عن أهمية تخصيص يوم عالمي للاحتفال بالملكية الفكرية. أهلا أستاذ علي، سعيدة بانضمامي معكم في نشرة الأخبار. الاحتفال باليوم العالمي للملكية الفكرية تم تحديده يوم 26 أبريل من كل عام من قبل الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية الوايبو، وأهميته تكون في تعزيز الوعي بالملكية الفكرية ودورها في حفظ الحقوق، سواء على مستوى المخترع والمبدع في توثيق حقوقه أو على مستوى المجتمع في معرفة هذه الابتكارات والاختراعات وطريقة تفكيرهم وتطويرهم لإبداعاتهم. وفي الجمعية البحرينية للملكية الفكرية نحتفل بهذا اليوم العالمي لنفس السبب طبعا، ويعني لنا جدا رفع وعي المجتمع بالملكية الفكرية لكل الفئات. نعم سيدة أسماء، لو نتحدث عن أبرز أو أهم إنجازات مملكة البحرين فيما يعني بحفظ حقوق الملكية الفكرية. طبعا أستاذ علي، للبحرين إنجازات كثيرة في مجال الملكية الفكرية، أهمها إصدار التشريعات والقوانين اللي تحفظ للمبتكرين حقوقهم، ومملكة البحرين أيضا من أوائل الدول المنضمة لاتفاقية المنظمة العالمية للملكية الفكرية الوايبو. والملكية الفكرية جانب أساسي من الرؤية الاقتصادية 2030 بما يتعلق بالعدالة والتنافسية وتوظيف الابتكارات لأهداف التنمية المستدامة. وخلال 2022 مملكة البحرين سجلت ما يقارب 9000 طلب لتسجيل حق الملكية الفكرية. وتأتي الجمعية البحرينية للملكية الفكرية اللي أسسناها لاستكمال هذه الجهود العظيمة. اليوم ولله الحمد الجمعية تعمل مع جميع الجهات الحكومية لاستقبال المبدعين والمبدعات وتوجيههم لطريقة حفظ حقوقهم، ونعمل على عدة تعاونات أبرزها مع وزارة الصناعة والتجارة ووزارة التربية والتعليم وجامعة البحرين وأيضا الأكاديمية الملكية للشرطة وحتى القطاع الخاص. نعم السيدة أسماء عبد العزيز النجدي، مؤسس ورئيس الجمعية البحرينية للملكية الفكرية، شكرا جزيلا لك.